مجلتنا، مجلة الأهلي منذ 40 سنة، ماذا كان في مجلة الأهلي من 40 سنة من انتصارات وأخبار للنادي الأهلي نستعرضها معكم. أفراح الدوري من 40 سنة، مجلتنا منذ 40 عاماً وتحديداً العدد الذي حمل الرقم 331 والصادر يوم الأربعاء الموافق 13 من شعبان لعام 1400 هجرية، 25 من يونيو لعام 1980، حمل عنوانها الرئيسي دعوة مفتوحة لجماهير الأهلي في أنحاء مصر الجمعة بالاستاد، مهرجان يتسلم فيه الأبطال درع الدوري. وفي عناوينها الفرعية: كسبنا البطولة بتوفيق الله وجهد وعرق وإخلاص 25 رجلا وزفة الفنانين والأدباء في أفراح الأهلي. وفي الصفحة الثانية تحدث حسن حلمي زامورا رئيس نادي الزمالك عن هزيمة فريقه أمام البطل الأهلي قائلا: تشكيل الفريق لم يكن سبب الهزيمة، بينما أكد عبد صالح الوحش رئيس النادي الأهلي أن المبادرة الهجومية أحسن ما في خطة الأهلي. أما أبو رجيلة مدرب الزمالك فأكد أن أحسن اللاعبين في المباراة هو ثابت البطل، بينما أرجع فؤاد شعبان مدرب الأهلي سر الانتصار إلى روح الفانيلة الحمراء. وفي الصفحة الثالثة تحدث حسن حمدي مدير الكرة بالفريق عن انتصارات الأحمر وتتويجه بدرع الدوري، مشيرا إلى أن الحب أوصلنا للبطولة وأن الفضل لله وللاعبين في كل ما حققناه، مؤكدا أنه مطمئن على الأهلي لسنوات طويلة قادمة. وكتب صلاح جلال رئيس القسم العلمي بجريدة الأهرام ورئيس تحرير مجلة الشباب وعلوم المستقبل مقالا بعنوان الأهلي حديد. وفي الصفحة الرابعة تحدث عبد العزيز عبد الشافي زيزو عن مباراة الزمالك والتتويج بدرع الدوري، مؤكدا أن الأهلي فاز لأنه يملك الولاء والحب والتعاون والأخلاق. أما زميله بالفريق حازم خالد فأرجع الانتصار إلى توفيق الله والتخطيط الصحيح ومساندة جمهور الأهلي للفريق. وجاءت صفحة الخامسة كاملة عن عريس مباراة القمة ونجمه الأول ثابت البطل الذي اعتبر نفسه مسؤولا عن هدف الزمالك. وعلى صفحتين كاملتين رصدت المجلة زفة الفنانين والأدباء احتفالا بالأهلي بطل الدوري، كما رصدت آراء بعض المشاهير الزملكاوية. وفي الصفحتين 10 و11 رصدت المجلة الأبطال الذين شاركوا في تتويج الأهلي ببطولة الدوري الممتاز وعددهم 25 رجلا اجتمعوا على الحب والإخلاص فوصلوا للبطولة بجدارة رغم كل الصعاب. أستاذ إبراهيم، يعني ملخص العدد ده: الحب الحب الحب، الالتزام، مواجهة الصعاب، هو دستور يصلح لكل الأجيال. ولكن ملخص الفقرتين اللي جم وراء بعض دول، الشموع الحمراء ومجلتنا، بتخليني أستلهم المعنى العميق من قرآننا المجيد. أن الزبد يذهب جفاء وما ينفع الناس يمكث في الأرض. صحيح. جعلنا الله دائما ممن يقول ما ينفع الناس. يا رب أن نكون إن إحنا وسيلة لأن نقدم من خلال النادي الأهلي ما ينفع الناس. ده كل أملنا وده هدفنا، إن إحنا نعرف جمهور الأهلي إنه مش مجرد جمهور لنادي. الأهلي فكرة كبيرة جدا، فكرة نشأت من مطلع القرن الماضي، استمرت في عطائها، في إخلاصها، في نقائها، في نضارتها تضيء الطريق للوطن كل هذه العقود. النادي الأهلي ما وصلش لقمة المجد العالمي
وأصبح أكثر أندية العالم حصدا للبطولات القارية والمحلية. ده مش من فراغ، ده لأنه فعلا جذوره كانت في هذه التربة الصالحة اللي حطت فيها قيادات الأهلي التاريخية هذا النبت الصالح. فكان الأهلي بمبادئه، كان الأهلي بنظامه، كان الأهلي بضوابطه، كان الأهلي بتقاليده يحصد البطولة تلو البطولة. وانتم بتسمعوا كلام الكابتن حسن حمدي عن تتويج الأهلي ببطولة الدوري من 40 سنة، تقدروا تشيلوا اسم الكابتن حسن حمدي وتحط الكابتن محمود الخطيب، تحط أي مسؤول هيكون هو نفس الكلام. هي دي الثوابت وهي دي قيمة الأهلي وهو ده سر التتويج القياسي. دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.